يقول ما الحكم، ما حكم المسبحة؟ حكم المسبحة أنها مقبحة ومذبحة وملوحة وبدعة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامات المبتدعة، كل هذه من أوصافها. فارميها وألق بها في الزبالة يا عبد الله، الآن ألق بها في الزبالة، أخرج وارميها في البرميل. مقبحة، مذبحة، ملوحة، وليست مسبحة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدمها، ولم يستخدم الحجر، ولم يستخدم النوى كما يدعى في الحديث الضعيف أنه أقر جويرية على ذلك، هذا غير صحيح، لم يقرها على استخدام النوى، وإنما هو قال لها إن الكلمات التي قلتها خيرا مما قلت، وهي جلست إلى طلوع الشمس، وهي سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله مداد كلماتي. أما الرواية التي فيها ذكر النوى فهي رواية ضعيفة ولا تثبت، ثم لو ثبتت ما هي دليل، بل إنه لم يقرها على ذلك. أما تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يسبح به، وإنما ماذا؟ هو سمع تسبيح الحصى، وهذه معجزة وآية نبوية، لم يسبح بالحصى وإنما سمع تسبيح الحصى في يديه الشريفتين. فارموا هذه المقبحة، ومن أراد السنة فليسبح بيديه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا هكذا انظروا إلي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، التي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم وأرجلهم، وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. وغدا نكمل القضية في المسبحة في الكرسي الآخر إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على